السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. ردود فعل واسعة النطاق أثرتها شهادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق على العصر، تلك التي أعدنا بثها خلال الأسابيع العشرة الماضية بمناسبة مرور 30 عاما على حرب أكتوبر. بعدما قدمناها للمرة الأولى قبل 5 سنوات تقريبا، لكن ردود الفعل هذه المرة كانت أضخم من كل التوقعات، حيث اتسعت رقعة المشاهدة لقناة الجزيرة ومساحة الوعي كذلك لدى المشاهد العربي. ورغم أننا لا نقدم التفصيلات في شهادة الشهود، وإنما نتناول الخطوط العريضة حتى يعاد فتح الملفات للتاريخ، فتح ملفات التاريخ مرة أخرى وتقديم أكبر قدر من الحقيقة إلى الشعوب. وفي هذه الحلقة نتناول بعض التساؤلات والانتقادات والاختلافات وردود الأفعال التي جاءت من آلاف المشاهدين على الشهادة. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على هاتفنا في الدوحة 00974488873، أو يكتبوا إلينا هنا عبر الفاكس في القاهرة 00970224004084، أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net. سعادة الفريق مرحبا بك. شكرا جزيلا. من المؤكد أنك أيضا تلقيت العديد من ردود الأفعال على الشهادة، والتي جاءت بشكل بالنسبة إلينا على الأقل غير متوقع. ربما كانت شهادتك من أكثر شهادات الشهود التي جاءت عليها تعليقات وتساؤلات وانتقادات وآراء. انتقيت من بين مئات الرسائل ما يمكن أن أطرحه من أسئلة غير مكررة أو ما يدور في إطار موضوعات ربما لم نتطرق لها بشكل تفصيلي في الشهادة. هل تود قبل أن أبدأ أسئلتي أن تبدي بعض ملاحظاتك أو تعليقاتك؟ في نقطة أحب أثيرها، لأن اتصل بي كثير من الأصدقاء والناس اللي هم كانوا بيتابعوا هذه الحلقات، ويبدو أنهم من المطلعين اللي كانوا بيشوفوا ما أقوله في الفضائيات الأخرى. فكان كثير منهم يقول لي انت قلت كذا في شاهد العصر، ما قلتهاش في الايه، يعني ما قلتهاش في شاهد العصر، وقلتها في ايه، في حته تانية. قلت لهم هذا معقول وممكن، ممكن، لان انا يعني الحقيقه ببقى مرتبط بالسؤال الذي يفرضه علي المحاور، فانا لابد ان اجيب على السؤال اللي انت بتقول عليه، وانت مرتبط بتوقيت، اذا لقيت ان التوقيت حيفلت منك فبتقاطع ولك الحق في هذا علشان تسأل حاجه تانية. ففي بعض نقط ما فيش شك انها ما وفتش حقتها، وبالذات حرب اكتوبر. حرب اكتوبر انت خصصت لها حوالي حلقتين، صعب جدا انك انت تغطي حرب اكتوبر كلها في حلقتين وتقول كل اللي ممكن يقال. فانا بقول للمستمعين ان اذا كانوا يشوفوا حاجه متشككين فيها او سمعوها في حته وما سمعوهاش في حته، ممكن انهم يسالوا، وانا على استعداد ان اجيب باستمرار. يعني ايضا ربما بالنسبه الي ايضا اتسعت رقعه اطلاعي على تلك المرحله، رغم اني تحدثت معك قبل اعاده البث في امكانيه ان نعيد التسجيل مره اخرى، وراينا ان اعاده البث ربما تكون فيها فائده افضل، لكن فعلا حرب اكتوبر لوحدها لو خصص لها شهادة مستقلة بالتفصيلات الدقيقة باليوم من الناحية العسكرية، خاصة مع خروج الوثائق الأمريكية حول الحرب في خلال الأيام الماضية بعد مرور 30 عاما، أعتقد يمكن أن تكون فيها بعض الإضافات وبعض الأشياء الدقيقة التي يبحث المشاهدون عن بعض تفصيلاتها بالنسبة لك. سأبدأ بالثغرة، ومعظم أو كثير من التساؤلات جاءت حول الثغرة، وأبدأ بمحمد الحبيب أحمد عثمان من الإسكندرية من مصر. أشكرك على ما أبديته تجاهي، ولكن سؤاله يقول لك: هل ما زلت عند وجهة نظرك فيما يتعلق بالثغرة، لا سيما وأن مصر قد حققت الانتصار وأعادت لنا سيناء كاملة دون الحاجة إلى رجوع القوات لتدمير القوات الرئيسية في الثغرة كما كنت تطالب، لأن تلك القوات لن تسبب خطورة ونضحي من أجلها بالقوات التي عبرت؟
الأخ حبيب أقول له إن يعني أنا في سؤالي كشاهد على العصر المفروض إن أنا أقول حقائق، فإذا كانت هناك أخطاء أثناء إدارة الحرب فهذا لا يعني إن إحنا يعني بنقول إن الحرب إحنا خسرناها أبدا. مفيش شك إن القوات المصرية والسورية حققت نصر عظيم جدا لم تحققه أي قوات مصرية في الماضي القريب يعني. ومنذ 20 سنة تقريبا أو منذ 30 سنة بعد حرب أكتوبر ما زالت الحقائق التي قلتها في أثناء شهادة العصر هي قائمة. باختصار شديد إن لولا هذه الأخطاء كان ممكن إن احنا نحقق أفضل مما حققناه. ليه؟ خطة حرب أكتوبر مبنية على أساسين. الأساس الأول هو إحداث أكبر خسائر ممكنة في العدو. النمرة الثانية إطالة مدة الحرب. إذا التزمنا بهذا المبدأ وهذه الفلسفة التي قامت عليها خطة أكتوبر كان ممكن نحقق أفضل من كثير. فتدخل السادات في إدارة الحرب هي التي حققت أو تسببت في بعض الأخطاء التي أدت إلى الثغرة، ولو تمسكنا بالخطة من أولها ما كانش ممكن إن الثغرة تحصل إطلاقا، ولو حدثت كان من الممكن أن ندمرها فورا. محمد الفايدي من المدينة المنورة يقول: ألم يكن تدخل السادات ضروريا لحسم الخلاف بينك وبين وزير الحربية؟ هذا غير مطلوب، لأن يجب أن نفرق بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. القيادة العسكرية ما فيش شك إنها تابعة للقيادة السياسية، ولكن في الدول الديمقراطية فالقيادة السياسية مهمتها إنها تحدد الهدف للقيادة العسكرية، ولكنها لا تتدخل في أسلوب التنفيذ، لأن أسلوب التنفيذ يحتاج إلى احتراف. إحنا عندنا في مصر في وظيفة اسمها وظيفة القائد العام فوق رئيس الأركان ووزير حربية، فإذا هذا الشخص نصفه سياسي ونصفه عسكري. فهنا ما هي الحدود الفاصلة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية؟ أليس من حق القائد العسكري أيضا أن يتدخل حتى رؤيته هي أوسع من رؤيتك كقائد ميداني؟ أي قائد عسكري؟ القائد السياسي عفوا. القائد السياسي اللي هو الرئيس. لا، ما هنا المشكلة، وهي دي سبب المشاكل بتاعة الحروب الماضية، حروب مصر الماضية من سنة مش عايزين نقول 48 علشان ده كان لسه في الثورة ما خمتش، 56 و67 كان هناك تدخل في بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية وتسببت المصايب ولم يحصل يعني لم يحسم هذا الموقف. في أثناء حرب أكتوبر كان التأثير أقل، لأن أنا كنت بأعارض وبتشدد في المعارضة وبتوقف، فكنت أفرمل بعض الحاجات بس ما أقدرش أفرمل كل حاجة. حسام متولي من شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية يقول: في نظرك هل كان الانسحاب للقوات من البر الشرقي للقناة آمنا للقتال على الجانب الغربي ولتدمير الثغرة بعد النصر الأولي؟ ألم يكن من الخطر إذا هاجم الإسرائيليون بقايا الجيش على البر الشرقي مما كان يشكل كارثة وانعكاس تام والعودة لما كان عليه الوضع قبل 6 أكتوبر؟ ما ردك على سؤال حسام متولي من شيكاغو؟ السؤال ده مهم جدا، وعلشان نوضحه أكتر نقول إن الخطة كانت إيه؟ الخطة كانت عبارة عن إن إحنا بنعبر قناة السويس بخمس فرق مشاة مدعمة، ولنا فرقتين مدرعتين موجودين في الغرب. لو افترض الفرقتين اللي موجودين في الغرب الفرقتين المدرعتين دول إيه؟ الخطة بتاعتنا لو حصل إن العدو حاول العبور إلى الضفة الغربية تقوم هذه الفرقتين بتدميره فوراً. وتدمرت هذه الفرقة المدرعة دي تدربت قبل الحرب على كيف تدمر هذه الاختراقات لو حصلت في المنطقة دي أو في المنطقة دي أو في المنطقة دي، وكانت منطقة الديفرسوار جزء من هذه يعني الاحتمالات. فإذا عندنا فرصة لأن احنا بنعمل كل الاحتمالات بتاعة العدو. هل كان هناك قدرة للإسرائيليين لمهاجمة باقي القوات الموجودة غرب القناة؟ ما أنا هقول لك أهو، يعني لما يجي أنت بقى يجي السادات ويقول لك تقدم قواتنا تتقدم الى المضايق 50 كيلو، ده ضد الخطه.
وده هو اللي سبب في ان ايه كيف اتقدم في من مسافه 50 كيلو في مناطق مفتوحه وما عنديش طيران وما عنديش دفاع جوي متحرك يحمي القوات ويعرض هذه القوات للتدمير، وده اللي حصل. فانا عرضت تطوير الهجوم نحو المضايق، وحصل يعني اصرار، وكان يوافقني في ذلك قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، لان دي مساله عمليه احتراف يعني. فاذا كان مجرد التقدم نحو المضايق هذا خطأ ويخدم إسرائيل ولا يخدم الخطة بتاعتنا، وفشل الهجوم يوم 14 الذي قمنا به. المصيبة الأكبر أن الفرقتين المدرعتين اللي كانوا موجودين في الغرب اللي مفروض أنهم يصدوا الاختراقات، نعم، بقوا موجودين في الشرق. فأصبح قواتنا المدرعة كلها تقريبا في الشرق دون داعي، وفي الوقت نفسه الغرب فاضي ما فيش قوات، وده اللي شجع العدو. في 24 ساعة يعني الهجوم بتاعنا فشل يوم 14 كما توقع رئيس الأركان وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث. اليهود اخترقوا القوات في منطقة دبرسوار ليلة 15 16، ليلة 15 16. فإذا كان لازم علشان نجابه الموقف، العدو ابتدى ينقل المعركة من الشرق إلى الغرب، إن أنا أسحب القوات المدرعة. كان هناك إصرار من ناحية السادات والقيادة السياسية إن لا انسحاب، وكان في عامل سياسي بيؤثر على السادات في هذا الموضوع، إن كان يوم 16 هيخطب في مجلس الشعب وعايز يخطب، مش عايز الإسرائيليين يفسروا سحب القوات المدرعة من الشرق على إنها عملية انسحابية. هناك فرق بين المناورة بالقوات وسحب القوات. انت كنت مطالب بالمناورة وليس بالانسحاب. بالمناورة بس، ما فيش كلمة عربية علشان أقول له ناوي بالفرق، بقول له اسحب الفرقة الرابعة المدرعة من الشرق، هي واللواء 25 مدرع ليلة 16 17، يوم 17 أهاجم الثورة الثغرة وأدمرها، لأن هيكون عندي في هذا الوقت ثلاث ألوية مدرعة ولواء مشاة ميكانيكي، أربع لواءات بيهاجموا الثغرة، وقدامهم بديهم دعم بالمدفعية، مدفعية القوات المسلحة كلها 40 كتيبة مدفعية بتضرب بتسهدم الأرض اللي هي قدامهم. فكان تدمير الثغرة يوم 17 بهذه الوسيلة ممكن جدا. فلما يجي يعارض هذه الخطة ويوافق على خطة هزيلة بحيث ان لواء 25 مدرع بدل ما اسحبه للغرب ان هو يتقدم هو من الشرق شمالا والبحيرات المرة تبقى على شماله ويسد الثغرة من الشرق. هذه القوات غير كافية وغير مؤثرة، وفشل هذا الهجوم يوم 17 نتيجة ايه؟ نتيجة تدخل القيادة السياسية ونتيجة اذعان القائد العام ووزير الحربية لهذه الاوامر، لان هو نصفه سياسي ونصف عسكري، ونصفه عسكري، فبيتكلم بصفته، ما تعرفش هذا مين اللي يتحمل مسؤولية هذا، هل هي القيادة السياسية ولا القيادة العسكرية؟ انا بصفته رئيسي عسكريا مضطر ان انا ايه تقبل اقبل هذا في حريه، عندنا حريه المناقشه طالما اتخذ القرار، انما بعد ما اتخذ القرار لازم انفذ القرار واتحمس له بنفس الايه الحماس الذي كنت اتحمل ضده، لان ما فيش حد يشتغل كل واحد على كيفه.